استقبل أهالي الموصل الذكرى الثالثة لتحرير محافظتهم وإعلان النصر على داعش بحسرة كبيرة، وذلك بسبب استمرار مظاهر الخراب والدمار واستمرار نزوح آلاف العوائل. وفيما ثمن الأهالي بطولات وتضحيات القوات الأمنية وبسالتها في تحرير الموصل وجميع المدن التي احتلتها داعش الإرهابي، دعا المواطنون الحكومتين المحلية والمركزية إلى تعزيز جهود الإعمار وإعادة الاستقرار وإنهاء معاناة أهالي المحافظة المستمرة منذ عدة سنوات.